السلام عليكم المتبعات ديالنا، المتبعين ديالنا الاوفياء الحرار. كي دايرين؟ ياك لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ واش تعودوا؟ كي دايرين الوالدين؟ العائله ديالنا الثانيه اليوم خرجنا هنايا لواحد الكامبو هنا، شي عروبيه هنايا، واحد الباديه زوينه مع الدراري. ما قارينش عندنا اليوم، كاينه واحد الفيجده في اسبانيا كلها، وقلت علاش ما نشاركش معايا المتبعين ديالي هنايا في هاد البلاصه. هذا كي تشوفوا هاد الشيء كله معدنوس هذا، والله الا المهم خرجنا جنا معنا الغدا هنا، تغدينا في الخلا هنايا. الدنيا غزاله بعد الحال، بدا ماشي كيما شحال هذه في الصيف كان الصهد، وكان دابا الحال بدا تيبرد، ولكن اليوم ضل واحد شويه الشمس، ديك واحد الشمس حاره سبحانك يا عظيم. ايوا نتمنىوكم ما تنساوناش بالدعم، وما تنساوناش بجيم، قسما بالله قسما بالله هاد القناه انا دايراها ماشي ليا انا، ديرها الناس تكون محتاجه الدواء، الناس محتاجين في المغرب. مالا الحمد لله والشكر لله، زعما بنادم خدام عايش هو وعايش انا وولدي وعايشين معايا والديا، الحمد لله والشكر لله على كل حال. ولكن هاد القناه قسما بالله يتدرت لهاد الشيء هذا، كاين اللي مسكين ما صيبش باش يشري الدواء في المغرب، كاين اللي مسكين بزاف ديال الحوايج ناقصينو، وقال داك الشيء اللي جاب الله، اللي جاب الله في هاد القناه هذه قسما بالله ما نشد منها الريال. هي قريبه راه ما بقى لها والو، تبدا تتفاعل، نقول المهم ما بقاش ليها بزاف، عما هي السويع ما عرفت حيك ما تطلعش ليا المشاهده بزاف، ما تيشوفوش بزاف، يعني كاين اللي تيبدا تيخليه. وانا نطلبكم المتبعات ديالي الاوفيه اللي معايا ديما، اللي عدوا الانترنت ماشي اللي تيدير الكونيكسيون، اللي تيدير الكونيكسيون مسكين ما عدوش هذاك، يعني كاع لا ما عجبوش هو المحتوى، وما عجبوش كاع هاد الهضره، وما عجبوش بزاف د الحوايج، ايدوزو يخليه ديز بلا ما يتصنت ليه حتى تكمل الفيديو. الله يسهل عليكم المتبعين، ديروا جيم وما تنساوناش، واللي دعمونا باللايك، دعمونا باللايك المتبعين ديالنا. سمعتوني قسما بالله هذا الشيء انا علاش درت هذه القناه، ما دايرهاش على حسابي انا، انا كما قلت لكم الحمد لله بنادم عايش. انتم المتبعين ديالي، خرجت من هذاك المعدنوس اللي كنت واقفين حداه قبيله، ولدي تيلعب لهنايا، انا جيت لهذا الخرشف هذا القوق. ايوا قلت لكم هذا هو، ما فهمتش انا، شوف البرازيل سبحانك يا عظيم، تيدخل عندهم واحد عنده القناه الصغيره كلشي تيتفاعل معاه، اللي كاينين عند ديك القناه الكبيره كانت عنده جوج المليون تفاعل معاه، كانت عنده 100 تتفاعل معاه، وحنا ما عرفتش ما فهمتش. بالحق حنا تنتبعوا حوايج خايبه، تنتبعوا داكشي التافات، هادي معرسه وكاذبه ومجوجه ومعوده دري بالختانه، هادو باغين يختنوا دري يلاه عدو 18 عام جوجات امه، يعني حنا تندخلوا بحال هاد المشاكل. اما خلاص لسنا شي عائله مدابزه ومضاربه، هذيك راه ما تنتفوتوش من عندها. اما باش واحد الحاله مسكينه مرا عند الايتم وفاتحه قناه، والله واحد الدخل عندها ما تيطلوش حتى عليها، ما تيطلوش حتى عليها، بحال شي حد مسكين مريض وداك الشيء ما تيطلوش حتى عليه، زعما سبحانك يا عظيم. الله يرد بديوننا، والله الا الله يرد بهم، الله يرد بالعرب ديالنا، معيقين بزاف حاضرين حنا. المهم الا كانت شي قناه فيها شي حوايج خايبين وفيها الشوهه وفيها الهيلاله والغوت، كلشي تابع هذيك، راه كلشي داخل عندها، واللي عاديه كاينه اللي تتخيط عندها محتوى زوين تدخلوش عندها، كاينه اللي تطيب في الكوزينه عندها طياب واعر ما شاء الله، هذيك ما يشوف حتى واحد، هذيك لا شافوها يرجعوا الله ورجعوا، تقلبوا على المدابزات ويقلبوا على العرى ويقلبوا على الشطيح، هذا الشيء هما اللي تيقلبوا. المهم هذا الشيء انا اللي شفت، سمعتوني؟ ايوا ونخليكم، سمحوا لي المتبعين ديالي الاوفيه ديالي المتبعات ديالي، سمحوا لي بنادم راه واحد شويه ضروري تفلطه في الهضره. يلا تهلاو ليا فروسكم، وما تنساوناش بجيم جيم 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 ما تنساوناش بها، وفيديو اخر ان شاء الله. يلا تهلاو ليا فروسكم.